بسم الله. ربنا أرنا ما ينفعنا واكتب لنا وبارك لنا فيه يا مبارك يا هادي. الآية التالية 15 من سورة المزمل لونفلوبي دامونتو، وقلنا سورة مكية. فعصى توقت لي زارك نبي كريم وعنده قيمة كبيرة عند رب العالمين، وجابي وزير، يعني كانوا يحيلك أنا جيت مستعين بأخي فاستعن بما سأقدم لك من تصحيح مفاهيمك الألوهية والعبودية. فقال ربنا في شأنه: فعصى فرعون إلى رفوزي ستابيلا دو لابار دو نوتر بروفيت موسى مويس كولا بيدا لاسوا سوري. فعصى فرعون الرسول، أي لو ميساجي كي سابيل مويس كولا بيدا لاسوا سوري. فعصى فرعون الرسول، اش مش يتم بعد العصيان، وخاصة تكرت أو يوعد وبعد يخلف، لأنه يعتبره رب لا يلوى له عضد ولا ساعد ولا شيء. أنا رب نبقى رب، ولهذا أنت يا موسى قاعد تخرب، لكن ما بيها بس باش نوعدك ونخلف. كما الصهاينة يوعدوا ويخلفوا في كل المناسبات العالمية، تلقى الصهيوني خاصة الكلب بلا بكيتك بيبي الملعون دائما يوعد ويا بروحه في خرب نفسه أنه سيخلف، كما تقول أنت ينقلب على ما وعد به الدولة الفلانية وممثل الدولة الفلانية وعلى كذلك عنا السلطة الفلسطينية. كنا قدش مرة قلنا راسة ما هو صالح باشي يكون رأس، قلنا له اكرم لحتك بيدك، نعرف نيتك باية، نيتك سلمية، نيتك وقائية باش ما يكثرش عدد المجاهدين والشهداء عند رب العالمين. ما فهمش لحد الآن، مش فاهم، أنا بدأ يتكلم توا أنا في قطيعة، ما عادش عندي المعاهدة بيني وبينهم باش نحق لهم أمنهم. هالصاينة ذوما يحقوا لهم أمنهم، وشكون سلطة وشكوني فلسطينية يا ولدي. السلطة الفلسطينية مش كلها نظيفة، فما فيها المسخ اللي كلات الطعام اللي تكرم به بنو صهيون، ولكن أنا أقولها بتحفظ تكرمه، ما عجبتهم من الشهرية قداش من دولار ولا الدولار. يا أخويا أحنا مش يقولوا سيدنا أي صهيوني مش نقوم به، وبعد هو مش يخلف وعوده معنا، لا احنا اللي بالفايدة اخذين المال. هذه هي عقلية بعض الفلسطينيين، ومن جملة ما فهم من وجوه كالحة في بين ظهراني اخوان الفلسطينيين هما العيون. عندك علاش تلقى الاسرائيلي والصهيوني مطلع على كل ما يحدث في اقل مكان، وان كان مخفي يطلع عليه صهيوني ويدمره بطريقة تقنية عالية هاي تك. والسلام علينا على الإسلام.